بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أؤكد أن معالجة التحريض على الكراهية ووضع التدابير العملية والآليات للحيلولة دون انتشار هذا الخطاب هو واجب وطني وواجب ديني وواجب إنساني تفرضه المرحلة التي نعيش فيها، حيث يشهد الوطن وتشهد المنطقة بأكملها تصاعد في خطاب التحريض على الكراهية. الدراسة التي صدرت في الأسبوع الماضي من معهد دولي متخصص قد بينت أن المنطقة تشهد نمو في معدلات الكراهية الدينية بنسبة 26%، مما يعني أن هناك ظاهرة يجب أن تواجه من كل الفئات الحريصة على سلامة النسيج الوطني وعلى الوحدة الوطنية. وقبل أن أبدأ في الإشارة إلى بعض النقاط، أود كذلك أن أؤكد أننا عندما نتخذ موقف حيال الخطاب الذي يحرض على الطائفية فهذا الموقف ينطبق على كل المكونات المجتمعية وعلى كل الفئات والمذاهب التي تعيش في هذا الوطن بسلام. فنحن عندما نطالب بالسيطرة ووضع الآليات التشريعية التي من خلالها نستطيع محاسبة الجهات التي تمارس التحريض على الكراهية، فلا نعني بذلك فقط الكراهية أو التحريض على كراهية أبناء المذهب الجعفري، بل نعني بذلك كل مكونات الوطن وكل الفئات المجتمعية. وننطلق في هذه الرؤية كذلك من التزام بما جاء في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وفيما نصت عليه مبادئ كامدن وما جاء في خطة عمل الرباط، رباط أكشن بلان، التي بيّنت أن المسؤولية لا تنحصر فقط في السلطة، بل المسؤولية ملقاة على القيادات المجتمعية والقيادات الدينية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، ولكن السلطة تلعب الدور الأكبر في توفير الأرضية التي تستطيع من خلالها أن تدير التنوع الطائفي والتلون العرقي والمذهبي في الأوطان بمستوى يشعر جميع الفئات بالعدالة الاجتماعية ويمكنهم من التمثيل السياسي العادل. ومن الواضح جدا أن حكومة البحرين فشلت بامتياز في إدارة هذا التنوع الطائفي، وفشلت بامتياز في تمكين المواطنين من كل الفئات من استشعار وجود العدالة الاجتماعية ومن تحقيق التمثيل السياسي العادل لكل الفئات. وحكومة البحرين قد تورطت كما وثق تقرير بسيوني والعديد من التقارير الدولية في بث مواد في الإعلام الرسمي والشبه الرسمي من شأنها التحريض المباشر وغير المباشر على الكراهية الطائفية. إذا رجعتم إلى موقع رباط أكشن بلان، خطة عمل الرباط، ما الفرق بين التحريض المباشر على الكراهية الطائفية والتحريض غير المباشر على الكراهية الطائفية؟ التحريض غير المباشر على الكراهية الطائفية أو الكراهية عموما هو من خلال إثارة الشكوك بين المكونات الشعبية، إثارة الشكوك التي تؤدي إلى تفشي التمييز والعداوة بين هذه المكونات. ومما لا شك فيه أن الإعلام الرسمي
وبالخصوص في المرحلة التي سبقت استهداف الدوار، قد لعبت دورا محوريا في إثارة الشكوك بين المكونات الشعبية، حتى استطاعت أن تبرمج البسطاء من الناس أن فئة من الشعب تستهدفهم وتعتزم قتلهم وطردهم من الوطن، وهذه جريمة في حد ذاتها، هذه خيانة للضمير الوطني وتزوير للحقائق التي يعرفها النظام جيدا، وهو أن هذا الشعب من سجاياه الكريمة التي لا تنفك عن أنه متسامح ومتحاب ويسعى دائما لصناعة الألفة والانسجام بين المكونات الشعبية حتى في ظل الاختلافات السياسية الشديدة. لم يجنح هذا الشعب للخطاب الطائفي، وهذه نقطة تحسب لهذا الشعب وتبين مدى تحضر هذا الشعب ورقيه. وأريد أن أشير أيضا أن حملات التحريض الطائفي التي تسعى لتشطير المجتمع وتعميق الفرقة لم تتوقف، ونحن هنا لابد لنا أن نشير إلى الالتزامات الدولية لحكومة البحرين، وقد أشار أخي السيد هاني إلى المادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها مملكة البحرين بالقانون رقم 65 لعام 2006، والتي نصت على حظر أي دعوة إلى الكراهية القومية والعنصرية والدينية، ولاحظوا دقة العبارة هنا، والتي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. وكذلك السلطة تتحمل المسؤولية الكاملة إذا قام المسؤولون الرسميون بجميع المستويات بالإدلاء بتصريحات تروج للتمييز أو تعرض مكونا وطنيا أصيلا للإزدراء والاستخفاف والاستحقار، أو تفوض مبدأ المساواة والتفاهم بين التلاوين الوطنية، أو تعزز الكراهية بين المكونات المجتمعية. وقد قدم قسم الحريات الدينية لمرصد البحرين في حقوق لمرصد البحرين لحقوق الإنسان بتاريخ 4/6/2012 خطابا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمطالبتها بالضغط على حكومة البحرين لما جاء في مبادئ خطة عمل الرباط لعام 2012، ولما جاء في مبادئ كامدن للحد والسيطرة على خطاب التحريض على الكراهية. تلزم خطة عمل الرباط الدولة بتحديد مفهوم التحريض على الكراهية. وهنا أريد أن أشير إلى نقطة جوهرية، دعونا أولا نوحد تعريف مفهوم الكراهية. السلطة لديها تعريف للكراهية، الجمعيات السياسية المعارضة والديمقراطية لها تعريف للديمقراطية، بعض مؤسسات المجتمع المدني لها تعريف للديمقراطية، للكراهية. فالأجدر بنا جميعا وبكل هذه المكونات أن ترجع للتعريف الذي أقرته الأمم المتحدة للكراهية، والذي جاء في مبادئ كامدن، والذي جاء كذلك في خطة عمل الرباط للحد من خطاب الكراهية، حتى يكون التطبيق خاضع للمعايير الدولية.
وهنا أريد أن أؤكد أن الإعلام الرسمي إلى يومنا هذا لم يتوقف عن إطلاق النعوت الإزدرائية على ما لا يقل من نصف أبناء الشعب، ومستمر في منهجية إثارة الشكوك بين المكونات الشعبية، وكذلك إثارة الكراهية بين كافة المكونات. وقد أكدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني في أكتوبر عام 2012، أكدت على قلقها من استمرارية الإعلام الرسمي في نفس المنهج، وقد ذكرت في التقرير العبارة التالية: ما زلنا قلقين من العبارات الطائفية التي تستخدم في وسائل الإعلام، وسنواصل الحث على احترام المعايير الأخلاقية والمهنية لتجنب التعصب والتحريض على الكراهية. المسألة أصبحت واضحة وبينة لكافة المكونات الشعبية. وهناك إشارة قد أطلت عليكم، ولكن أختصر الأمر في النقاط التالية. لا توجد إشارة، لذلك تتحمل السلطة مسؤولية تفشي لغة التحريض على الكراهية، وذلك لقيامها بالتالي: أولاً، بث المواد المسموعة والمرئية والمكتوبة في الإعلام الرسمي التي مارست التحريض على كراهية المختلف سياسياً ومذهبياً، وإن كان يصعب على السلطة رصد وتتبع ذلك الخطاب، فبإمكان مرصد البحرين لحقوق الإنسان تزويد كافة الجهات بهذه العينات وهذه الخطابات التي تؤكد تورط الإعلام شبه الرسمي، أي الصحف الست التي أشار إليها تقرير بسيوني، والتي أكد فيها أنها كانت منحازة بالكامل إلى السلطة، إذ لا توجد إلا صحيفة وطنية مستقلة واحدة في هذا الوطن. أما الصحف الست فهي بلا شك خاضعة لأجندات من السلطة، ومارست أدوار مختلفة من التحريض. ثانيا، توفير الحصانة القانونية للإعلام شبه الرسمي ولعشرات الحسابات على التويتر لممارسة التحريض المكشوف على الكراهية. بل للأسف الشديد نرى أن بعض الجهات الرسمية تكرم تلك الجهات وتشيد بتلك الجهات وتحتضن تلك الجهات التي تعتبر أن مقام الصحابي الجليل صعصع بن صوحان هو من المعابد الشركية الذي ينبغي أن يزال. والتي لاقتها تلك الشخصيات المكشوفة والتي تتبنى أجندة تشطير المجتمع. ثالثا، عدم تطبيق ما جاء في التوصية رقم 1640 للجنة الوطنية لتقصي الحقائق، والتي أكدت أن وسائل الإعلام البحرينية كانت منحازة إلى السلطة دون الشعب، فست من الصحف اليومية السبعة تعد صحفا موالية للحكومة، واستمرار التقاعس في إعطاء مجال كاف في وسائل الإعلام الوطنية للفئات المختلفة ينذر بمزيد من مخاطر الانقسام السياسي والطائفي في البحرين. هذا ما جاء في تقرير بسيوني. وأنتم اليوم تلاحظون أن هناك إقصاء كامل، تحريض وإقصاء كامل للمختلف سياسيا ومذهبيا من دوائر الإعلام الرسمي.
رابعا عدم تطبيق توصية تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق رقم 1724 التي حثت السلطة على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وذلك للحيلولة دون قيام الإعلام بالتحريض على الكراهية، ولكن الحملات الإعلامية ما زالت مستمرة ليومنا هذا. خامسا تفشي لغة التحريض على الكراهية في بعض الدوائر الرسمية وبالخصوص في وزارة الداخلية، كما وثق تقرير الهيئة الأمريكية للحرية الدينية لعام 2012 استخدام رجال الأمن للغة طائفية مهينة موجهة ضد فئة من المجتمع أثناء اعتقال المواطنين. سادسا رفض الإصلاح السياسي الجذري الذي يعزز المواطنة المتساوية بعيدا عن الفرز الطائفي والمناطقي والعائلي، ويشعر كافة المكونات الشعبية بالعدالة الاجتماعية وذلك بالقضاء على كافة ألوان التمييز وتمكين التمثيل السياسي العادل. قبل أن أختم أريد أن أشير إلى نقطة جوهرية. قد اعتدنا من حكومة البحرين وقد برهنت التجارب أنها في الكثير من الأحيان قد تتبنى بعض التشريعات الإيجابية وبعض القوانين الإيجابية، وذلك من أجل تلميع صورتها أمام الآخر دوليا وأمام المنظمات الدولية. ولكن أحبتي في القانون يقولون هناك اختلاف بين القانون المشرع والقانون المطبق، ولا مجال لضمان التزام السلطة التنفيذية بهذه القوانين حتى لو تبنت القوانين في ظل غياب الرقابة الشعبية من خلال سلطة تشريعية تمثل أبناء الشعب بعدالة وتترجم حقيقة مكونات الشعب البحريني بعيدا عن التمييز الطائفي وبعيدا عن الفرز المناطقي الظالم. شكرا لكم على إتاحة الفرصة وأعتذر على التأخير.